ناخدو رضوان دائما من الدار البيضاء. سي رضوان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا تفضل. مساء الخير سي رضوان. مساء الخير استاذ. كنشكر الساده ونشكرك استاذ. انا مدخل عندي بغيت نتكلم على موضوع الحلقه اللي كندوى عليه الاستاذ ويلا، هو مساله التكوين وتطوير الذات. نعم مرحبا. المهم بغيت نقدر نتكلم على التجربه الذاتيه ديالي. طبعا طبعا. مزيان يعني نستافدوا حتى الناس اللي كيتسنطونا يستافدوا يعني هيك. كانت عندي بالنسبه للتكوين كان عندي باك قيجده يعني من 2001، فكان بدا عندي الصلاة في 2500 درهم. من بعد درت باك بلس 3، درت باك بلس 5، يعني حتى حسنت المحل المادية والمستوى ديال المستوى المعيشي ديالي. وبقيت كنرتقى في السلم من تقني متخصص. من بعد وليت مسؤول في الشركة، من بعد وليت اتخصصي في شركة. تبارك الله عليك. الحمد لله. فمن 2001 قول الباركور بدا عندي من 2001. وا مسيره تبارك الله. ولكن خدمتي على باقا دابا خدام دابا في الدكتوره يعني دابا ما شاء الله باش ما نوقفش. وفي نفس الوقت باش نجر معايا الوليدات حتى هما باش ما يبقاش يعني راه كنقرا انا وياهم في نفس الوقت. تبارك الله. هي واحد القضيه السي رضوان. نعم. كنهضروا على التطوير ديال الذات. إلا لاحظتي واحد القضية في الشركة راه كيكون التكنيك راه قليل، ولكن الكومبورتمونتال وهداك الشيء اللي كنتعلمو والاكسبيريونس دو في كتلعب واحد الدور كبير. وكل ما نسبة ديال التعليم ديالنا كتزاد راه كتفيدنا حنا وكتفيد حتى المحيط اللي حنا فيه. والدراري اللي طالعين دابا تبارك الله عليهم عندهم واحد المعرفة موسعة علينا حنا، يعني خصك تواكبوا وتواكبوا عن دراية وعن علم. وهذا هذا الاستثمار اللي درتي انت راه حل لك افاق ديال بزاف حل لك افاق على بزاف ديال الاصعده، يعني على الجانب ديال الخدمه ديالك وعلى التربوي ديال الوليدات وعلى النفسي كذلك. راك راضي على راسك. انا بغيت نسولك سي رضوان الله يجازيك بالخير، شحال في السن ديالك؟ السن ديالي دابا 43. 43 ما شاء الله باقي شاب. غير باش الناس يسمعوا لي انه كاين شي واحد عنده 20 عام ولا 21 عام كيقول لك راه كبرت. لا معنى انه ملي كتقول له خصك دير تكوين كيقول لك ولا ورا فات الوقت راني كبرت. لا انا التكوين المهم حاولت ما امكن من 2001 ما وقفش التكوين، كل عام تيكون عندي ما شاء الله. شي حاجه تبارك الله عليك. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شنو النصيحه اللي تقدم يعني للشباب اللي كيسمعونا اليوم سي رضوان؟ والنصيحه اللي كنقدم بغي نقدم كل واحد يكون عنده طموح وما يوقفش. ما يوقفش تبارك الله عليك. كاين واحد السؤال. نعم. واحد سؤال السي رضوان، شنو اللي حسيتي براسك؟ شنو الاستثمار اللي درتي؟ الاستثمار الكبير هو استثمار في راسي. هو استثمار في راسي. كان استثمار في راسي هو الاول. وشنو هما الموارد اللي عندك اللي استثمرتيهم؟ اللي استثمرت هو انني كنت من اسره فقيره، ثاني ما عنديش باش نقرا بزاف، فمني خديت هذاك الباك مشيت درت التكوين المهني. وبديت خدام وفلوس دي باش كنخدم هي باش كنقرا. تبارك الله عليك. والوقت الوقت يعني السي رضوان. نعم. الوقت ديالك عرفتي انك تستثمره، يعني هذاك السبت والحد ولا هذاك من من السبعه للفوق راك انت كتمشي كتقرا وفي عامين كتاخذ ديبلوم ولا في عام كتزيد من المستوى ديالك. نعم. واخا خديت 2001 خديت ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي ما خديتش مثلا ليسونس حتى 2012، ولكن بقات هذيك الحرقه ديال انك خصك تزيد. بقيت الفورماسيون وخديت ثاني الماستر في 2018. تبارك الله عليك. وقريبا وقريبا نفرحوا معاك السي رضوان ان شاء الله بالدكتوره. ان شاء الله ان شاء الله. وعاود تواصل معنا وفرحنا ونفرحوا بك. شكرا لك وتبارك الله عليك السي رضوان من مدينه الدار البيضاء. احنا دائما مواصلين معكم مباشره على اصوات. جميل اننا نسمعوا بحال هذه التجارب الناجحه اللي كتعطي واحد الطاقه ايجابيه وكتشجعنا اننا نزيدوا للقدام. على سولت على السن لان الكثير من الناس اللي كيتواصلوا معنا الغريب انهم ما كيكونوش راضيين عفوا على الوضعيه ديالهم الماليه. مي كتقول له خصك تحسن الدخل ديالك دير تكوين قرا في الويكاند، اما كيعطي مبرر انه ما عندوش الوقت اولا كيقول لك وعرفتي شنو راه ما انا راه كبرت. وكنستغربوا مي كنلقاو يلاه عنده 25 26 عام. شي دابا السي رضوان مشى لهذيك لا زون ديال كياخذ كيقرا راسو وكياخذ عاوتاني لي ديبلوم.
هذيك النوعيه ديال الناس اش غادي نقول لك، راه بزاف ديال الحوايج اللي خلاهم يفكروا بحال هكا. اول حاجه كترجع لهم هما الاولين، لان القرارات كياخذوهم هما، التكوين الشخصي ديالهم كذلك، المحيط ديالهم، حيت بعض المرات خصك المحيط تبدليه. المحيط ديالك اللي كان سلبي ما خصكش تبقي مع الاصدقاء ديالك اللي ما كانوش يدفعوك من يدفعوك شي خطوات لقدام، ما يجيبوش لك بحال دابا انا مريح باش انا عارف انا لا فورماسيون كاينه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، خصني نمشي نقلب. حتى المحيط ديالي كينفعني، المحيط ما كنهضرش غير المحيط الاسري، كنهضر على المحيط ديال الاصدقاء. اليوم كاين التليفون، كاين انترنت، كاين بزاف د الحوايج الانسان خصو يمشي يقلب. الا عندك انت شي طموح ولا باغي توصل لشي حاجه، خصك تمشي تقلب على لافورماسيون، يعني المعلومه منين تجيبها، وخصك تخدم عليها. نعم، نبقاو دائما في الدار البيضاء. نعاود نذكر دائما معكم مباشره على اصوات 0522 77 24 24. اذا نمشيو للمحيط ورجعوا للمحيط، المحيط ديالنا استاذ محمد الوزنه، المحيط اصدقاء العائله الاحباب، الناس اللي كيعطيونا الطاقة الإيجابية، ونبعدوا من الناس اللي كيقول واي اللي ما عندك ما تدير بها، ولا غير خلي جالس، ولا راه جارتنا دارت ولدها تا هو قرا دار نفس الفورماسيون وما ما 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 تفروش. إذا نحيدوا من الناس اللي كيمدونا بطاقة سلبية. مزيان هذه الكلمة ديال الطاقة السلبية، ولكن الطاقة السلبية منين كتجي؟ راه كتجي من هذوك الأفكار كي بحال اللي كيقول لك دي زيدي كيزونبوازون ليطا ديالنا حنايا. كتعطيك واحد الفكره هي اللي كتخليك كتسد على راسك. منين تقلب على هاد الانسان كيف ما يفيق الصباح يقول الحمد لله، شوف شي حاجه زوينه، الشمس راه طلعت، الا ما كانش هو عنده هاد القابليه، كيشوف حياته قدام راسه، ما كيشوفش عنده شي هدف في حياته، باغي شي غير تغيير. التغيير منين كيبدا؟ كيبدا من الذات. الا انا هذيك الحاله اللي عايش فيها ولا لا سيتوياسيون اللي انا عايش فيها راضي عليها ومقتنع بها، راه صعيب التغيير. ما الا التغيير بغيتو وكنقول اليوم هادشي اللي انا فيه ماشي هو هذاك، راه ماشي بقى تغيير فكره كدور لك في راسك، راه فكره خصك تبدلها، تولي عندك دي زاكسيون كديرهم، شي حاجه كدير. العمل كيلعب دور كبير، والعمل راه ماشي غير انا اش كندير، حتى المحيط ديالي خصو يكون نوجد المحيط ديالي، نوجد حتى الاصدقاء ديالي. وهذا هذه نقطه اللي هي مهمه وخصنا نتوسعوا فيها استاذ محمد.